وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير من الناس إذا جلسنا معهم وعندهم أبناء وبنات من أعمار مختلفة يتساءلون: يا شيخ كيف نتعامل مع الأولاد؟ يعني مش قادرين نتعامل معهم، لا نستطيع، يعني فشلنا، كل الطرق فشلت، الترغيب والترهيب والنعد بهدايا ونعد بجوائز، أصبح كل شيء تقريبا متاح عندهم، ولا يعلمون أن هناك ملايين من الأطفال لا يجدون رغيف الخبز. عايزين نفهمهم. والله حقيقة هذه مشكلة المشاكل. ولا تكذب على الناس، لا تشهد زورا، أنت نفسك قدوة، أن نكون قدوة أمام أبنائنا. روح صلي وأنا لا أصلي، لا تكذب وأنا أكذب، لا تدخن وأنا أدخن، لن تقول الأم لابنتها التي بلغت تحجبي وهي لم تتحجب، أو تحجبت الحجاب المتبرج. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من البداية يفيض من حنانه على الطفل وعلى البنت بالذات، وسبحان الله العظيم كان يرفع الحسن والحسين، وإذا صعد إلى المنبر وهما دون الخامسة انشغل بهما قليلا إلى أن يريحهما وهو يخطب الناس. يعني سبحان الله، اعتبر أن هذه فريضة أيضا، حسن التعامل مع الأبناء والأحفاد والصغار، سبحان الله. وكان يخرج صلى الله عليه وسلم لسانه الشريف للحسن والحسين ويلاعبه، يعني يحركه أمامهما، وحتى يكاد أحدهما يمسك لسان جده صلى الله عليه وسلم، يصير سبحان الله العظيم إنسانا سويا كما خلقه الله عز وجل. فكمال العبودية لله عز وجل هو أول عنوان من عنوان الخلق الحسن، أن يتخلق مع الخالق الذي أوجده. هذا الخلق وجب عليه أن يصير ليس يعني صالحا في نفسه، وإنما مصلحا لغيره. هذه قيمة الأخلاق. تمام. أما سبحان الله، إذا علق بالإنسان بعض من ملكات تشوبه كزبد أو كخلق الذميم كالبخل أو غيره، أو حاول أن يصلحها. ولذلك يأتي الدين الحنيف ليجعل الخلق ربع الرسالة المحمدية: تلاوة آيات الله، التعليم الكتاب، الحكمة، التزكية. والله عز وجل قد رتب التزكية وهي الخلق قبل العلم والحكمة. علم بلا خلق تسير يعني تصبح قنبلة ناجازاكي وهيروشيما، علم من الخلق يصير سبحان الله العظيم فوضى عارمة في العالم الإنساني.